ميشيل معوض. حديث البلد غزلت فيك تحت الهواء، قلت لك محافظ على اللين وضعفين شوي، قلت لي ماريال عم بتعذبني، مزبوطة الخبريه؟ ولو هلا هلا فوق الهواء ما فينا نقول نفس الشيء. الحكي تحت الهواء غير فوق الهواء، كان اكيد عم يمزح. تحيه كبيره للمدام، الكل بحبوها، وان شاء الله شي مره تكون معك كمان بحديث البلد. اكيد من كل بد. هون ميشيل معوض، انت سياسي لبناني من صميم قوى 14 اذار ورئيس حركه الاستقلال، وانت ضيفنا الليله بفتره سياسيه حرجه، الانتخابات فيها مجهوله المصير، ما حدا عارف اذا رح تتم ما رح تتم وتحت اي قانون. ميشيل معوض، انت من مستقلي 14 اذار اللي كانوا ضد قانون اللقاء الارثوذكسي، قديش هالقانون خلق شرخ بينكم وبين زملائكم بالقوات اللبنانيه وبالكتائب؟ لا، بالنتيجه بغض النظر عن الخلاف على القانون، نعم، وطبعا انا ما بدي اخفف منه، نعم، بس بالنتيجه عندنا قضيه واحده بدنا ندافع عنها، هل هي سياده لبنان، هل هي استقلال لبنان، هل هي دوله قويه بلبنان، هل هي انه ما يكون في اي سلاح خارج سلاح الشرعيه اللبنانيه. نعم. فاذا بالنتيجه صحيح صار في تصدع ب 14 اذار، ولكن بتسميه تصدع يعني صحيح ما فينا نسميه الا هيك. نعم. ولكن شو بيقولوا، كل شيء ما بيقتلني بيقويني بالنتيجه. اكيد 14 اذار حتطلع من هالصعوبات اقوى، إذا ما في 14 أذار، إذا ما في منع من يدافع عن الدولة بلبنان خصوصا بهالظروف الإقليمية والداخلية الحرجة، أنا برأيي بيكون في خطر حقيقي على لبنان. اليوم ظاهر أنه توني سليمان فرنجي رح يكون مرشح اللائحة المنافسة بدلا عن والده، هالشي بيسهل الأمور عليك ولا بيصعبها؟ يعني عمليا ولا هيك ولا هيك، لأنه أنت بتعرف أنه الانتخابات خصوصا بهذا الظرف، نعم، مش اشخاص عم تواجه اشخاص، في نعم. طروحات عم تواجه طروحات، يعني حتى بصغرتها، لانه في ولاءات بصغرتها، ولاءات تاريخيه عيال وين ما كان، اكيد نعم. بصغرتها في ولاءات، نعم. وهيدي من الامور اللي انطلقنا منها، وكمان من الامور اللي عم تصعب التغيير ببعض المحلات، نعم. بصغرتها، ولكن نحن اللي بدنا نقوله بالنتيجه، خلافنا مع سليمان فرنجيه او مع توني فرنجيه بحفظ يعني مع احترام الالقاب طبعا، منه خلاف شخصي، نعم. يعني ما في خلاف شخصي مع سليمان فرنجيه تينحل مع توني فرنجيه او العكس، هو خلاف على الخيارات السياسيه، نعم. انطلاقا من هون توني فرنجيه هو لحديت هلا اصلا ما كثير يعني طلع على الاعلام، نعم. تيقول اذا متبنى هالخيارات او اذا هو عنده طروحات اخرى، ولكن لحديت هلا هو مرشح تيار المغدا، نعم. واستطرادا مرشح خيار سياسي، نعم. نحن عم نواجهه سياسيا معي. لانه نحن بنعتبر انه هذا الخيار السياسي هو خيار خاطئ، نعم. لصغيرة الزاويه هو خيار خاطئ بحق تاريخ صغيرته، ونحن نعم. براينا طبعا هو خطأ. في معرفه شخصيه بيناتكم؟ ايه اكيد، نعم. وانا من الاشخاص اللي بقول انه لازم دائما نفصل، نعم. بين الخلاف السياسي وهو خلاف بالرأي وبين العلاقة الشخصية، نعم. ميشيل معوض، أنت عضو مؤسس ومدير تنفيذي لمؤسسة رونيه معوض اللي أنشئت سنة 1990 واللي بتشمل برامج منوعة بدأت بالاهتمام بالمزارعين بالشمال وغطت أكثر من مجال تنموي من عكار لرماش، ولليوم علمتوا القراءة والكتابة لحوالي 20,000 سيدة، عن جد هذه شغلة بتنحسبكم، ونظمتوا ونظمتوا دورات محو اميه ل 30,000 طفل عامل ببرج حمود والنبعه وصيدا وباب التبانه، كمان انجاز كبير. شو اكثر برنامج او مشروع قمتوا فيه واثر فيك شخصيا، او بتتذكر هيك شيء عنه ضل يعني ترك اثر اكثر من غيره؟ بتذكر خبريه كثير مهمه، او على كل حال مش مهمه بس اثرت فيي كثير، كانت وقتها الوالده ست نايلة مارقة بفرنسا بأحد المحلات عم ببيع زيت وزيتون مختصين بالزيت والزيتون، نعم. اسمه أوليفيان أندكو. فاتت هيك شافت شي من منتجاتكم؟ شافت، لا ما شافت شي من لبنان، فاتت على المحل طلعت هيك شافت زيت زيتون من اليونان، زيت زيتون من إيطاليا، زيت زيتون من كرواسيا، زيت زيتون من وين ما كان، بس ما في زيت زيتون من لبنان. يا عيب الشوم عليك. سألتهم قالت لهم شو القصة؟ قال أنا ما خصنا عم تبيع، نعم. محلات موجودة وين ما كان بالعالم، بس إذا بدك ابعتي إيميل لصاحب المحل. نعم. بعثت ايميل انه انا
نائب البرلمان اللبناني مش مقبول انه ما في زيت زيتون لبناني. رد عليها الزلمه قال لها طيب نحن حاولنا بس ما في زيت زيتون لبناني حسب المواصفات اللي نحن عم نطالب فيهم. عزمته على لبنان، اجى على لبنان، بلشنا نشتغل نحن وياه على مدى سنه موضوع تحسين يعني نوعيه زيت الزيتون اللبناني. تصار زيت الزيتون اللبناني موجود من اليابان يعني اخذته تيبس. هلا برافو برافو. وهون انتقلنا لنقول للمزارع بدل ما نشوف شو عم نزرع وكيف بدنا نبيعه، خلينا نشوف شو بينباع وكيف بدنا نزرعه. وبتصور اليوم فيني اقول انه بموضوع يعني التنميه الزراعيه طلب على شو؟ طلب على شو؟ نوعيه النوعيه شو سبيسيفيكيشن. والشيء اللي قدرنا نعمله انه اليوم في الى جانب الدعم اللي عملناهم للتعاونيات بالرماش بالنبطيه بقانا بالبقاع بالهرمل بعكار، في المشاريع اللي عم تقوم فيها مؤسسه غني معوض بالتنميه الزراعيه عم تعيش 3000 عائله بطريقه دامه، في 3000 عائله عم بيطلع لها مدخول شهري من الاعمال الزراعيه لمؤسسه غني معوض. ميشيل معوض، انت متزوج من ماريال اسرملي وعندكم 4 اولاد، نيلا، روني، يارا ومالك. صحيح انه بضغط نسائي صغيرتاوي اضطريتوا تسموا نيلا نيلا؟ بقيت نيلا اسبوعين بلا اسم. حقيقه اللي صار بوقتها انه كنا مقررين ماريال وانا انه كان نيلا اول ولد انه ما بدنا نسميها نيلا، وطبعا الوالده كانت داعمه هيدا القرار وموافقه عليه. هلا وصل وقتها خلقت، وصل اول وفد من صغارتها من المنطقه، واجوا قالوا لنا مبروك نيلا. قلت لهم تعرفوا ممنونكم بس نحن ما حنسمي ما سمينا نيلا. بوقتها كنا نسمي تمارا. تمارا ما حنسمي نيلا. ما رجعتوا سميتوا تمارا؟ لقينا رجعتوا اخذتوا يارا ثاني رجعنا اخذنا يارا. بلقيت في سكوت، قلت ماشي الحال هذا هون سكوت علامة عدم الرضا. عدم الرضا طبعا كان هذا سكوت ماشي الحال. قلنا ما سمى نيلا يعني فيه وما فيه ما حدا ظهروا راحوا رجعوا على صغارتها. شوي بعد 3-4 ايام بيجي وفد اكبر وبيجوا يقولوا لي بتعرف بدنا نحكيك شوي بموعد رسمي. بموعد رسمي واخذين يعني كان في يعني مهمة يعني وفد حدا عم بيحكي وعم يحكوني بطريقه مهمة رسمية. اجى بعد يومين وفد اكبر وطبعا معليين التمثيل والدوز، قال بدنا نحكيك. قال شو؟ قال نحن تشاورنا مع بعضنا قلت له خير ان شاء الله. قال ايه اخذنا قرار قلنا خير ان شاء الله. قال والله قرارنا هو الاتي، انتم سموا بدكم اياه نحن حنسمي نيلا. رح اوف تحيه لنساء صغارتا لخفه ظلهم ولقوه شخصيتهم بنفس الوقت. يا قصص عم تكتب اسامينا عزمان الماضي وتمحينا، يا قصص عم تكتب اسامينا عزمان الماضي وتمحينا، جينا نحنا غنى لينا والرقص طويلة لينا ليالينا ليالينا. ميشيل معوض، من هواياتك انت والمدام تغطسوا مع الاسماك القرش، هيدا الخوافة. شو صاير عليكم؟ الغطس بيعطيني احساس من الحريه كثير كبير. وانا برايي يعني هيدي طريقه من الطرق اللي الواحد بحس على حاله كثير قريب من ربه. لانه حقيقه هيدي اللحظات اللي عم نغطس فيها بتشوف كل مخلوقات الرب العجيبه كل الغريبه مخلوقات الرب، وبتتعلم تحترمها وبتتعلم تكتشف، واهم شيء ما بتسمع شتائم ومسبات تحت المي. صح، ماشي. اهم شيء الصمت. ميشيل معوض وانترفيو بالويل. ميشيل معوض بكلمه، مين حالته بالويل اكثر، الامن او الاقتصاد؟ مربوطين ببعضهم. مين حالته بالويل اكثر، 14 او 8 اذار؟ سؤال بمحله. لا، على المستوى الاستراتيجي 14 اذار عم بوصلتها صح، حتى ولو ادائها عندنا ملاحظات عليها. يعني حالته بالويل اكثر 8 اذار هلا. صح. مين حالته بالويل اكثر، الطرقات او الديمقراطيه؟
كنت حبيت أقول الطرقات ولكن خوفة أن تكون الديمقراطية. مين حالته بالويل أكثر، السياسيين أو الشعب؟ هاي نكتة مش سؤال. السياسيين أو بعض السياسيين بأحسن حالاتهم، ما تخافي عليهم. والبعض الآخر؟ طبعاً الشعب اللبناني عم بيدفع أثمان بعض المواقف وقلة المسؤولية بهذا الموضوع. يعني الشعب؟ طبعاً أكثر. الشعب. مين حالته بالويل أكثر، الربيع العربي أو ثورة الأرز؟ أنا برأيي اثنيناتهم على طريق الانتصار، ولكن وقت في تغيير من هذا الحجم ما ممكن أن التغيير ينتقل من أنظمة ديكتاتورية ومن كبت إلى حالة ديمقراطية مستقرة بدون المرور بمرحلة انتقالية حتكون صعبة. ولكن أنا برأيي اثنيناتهم حالتهم مش بالويل، برغم من أنه المرحلة الانتقالية حتكون صعبة على اثنين. نعم. مين حالته بالويل أكثر، ميشيل أو ميشيل؟ ميشيل بفتكر. ميشيل. أي واحد؟ أي واحد؟ أي واحد منهم؟ لمح ما تقول. الأول. مين الأول؟ أول بالعمر يعني؟ طبعا الأقدمية دائما للعمر يا ستي. ايج بيفور بيوتي. قصده شكله عم بيقول هون وبرا بالسياسة وبحديث البلد. أقولك كارت كيتي بيكون بالويل ولا بيكون منيح؟ لا بيكون منيح. بيكون منيح؟ لنشوف كيتي. قلبي وروح أنا بيكون منيح، حضرتك بتعطيني حق. توصيتي فيه كيتي؟ شو مكتوب على كارتك؟ ميشيل معوض. أنت مذيع الطقس لليلة واحدة. أكمل هذه النشرة الجوية، الجو غائم والرؤية شبه معدومة. بدك تطلع بالكاميرا. أي. بتعتبر حالك مذيع الطقس، بتقول الجو غائم والرؤية شبه معدومة وبتكفي. الجو غائم والرؤية شبه معدومة، ولكن ل 24 ساعة فقط. إذا الله غاب بعد 24 ساعة رجع الشمس تشرق على سما لبنان. Thank you.